خير واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من السياسه اليوم الجمعه 26 تموز 2024. ضيفي في هذه الحلقه الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني البروفيسور وسام شروف. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. عقد الاجتماع الذي كان منتظرا بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. البيت الأبيض خرج بتصريحات لافتة وذات دلالة، حيث قال إنه آن الأوان لإنهاء الحرب في غزة. أما نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي والذي استمر حوالي 55 دقيقة، طبعا كانت هذه المدة التي استغرقها الخطاب كانت كفيلة برسم خريطة التوجهات الإسرائيلية ما بعد الزيارة. نتنياهو لم يذكر جملة واحدة عن الصفقة، لوح باستمرار الحرب حتى استسلام حماس، ولم يكترث بالمحتجين ووصفهم بالحمقى. فهل سيحصل على ضوء أخضر وتغطية أمريكية لتوسيع جبهات القتال ولا سيما مع لبنان؟ ويبقى السؤال بعد الخطاب، كيف ستتطور الحرب في غزة وهل سيحصل على جرعة الدعم المطلوبة لإكمال حربه؟ طبعا حول هذا الموضوع وأيضا ملفات أخرى إقليمية ودولية وأيضا محلية رح يدور البحث، لكن خلينا نبلش كون هذا الموضوع يعني هو ياخذ الاهتمام الأكبر حتى هذه اللحظة. طبعا يعني بعد خطابه بالكونغرس كانت العالم منتظرة لقائه مع الرئيس جو بايدن، إلى ماذا سيخلص هذا اللقاء؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية يعني الحرب وهي تسعى بأن لا تتوسع، ولكن هو راح بغرض جلب الدعم الأمريكي. هل هذا الدعم الأمريكي هو لإكمال هذه الحرب؟ بداية الرئيس بايدن قال أنه أنا الأوان لوقف الحرب أو شيء من هذا القبيل. لو حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في وقف الحرب ما بتستمرش ولا لحظة واحدة، كانت تتوقف، لأنه كلنا بنعرف أنه لولا الدعم الأمريكي الغير المسبوق للكيان الإسرائيلي ما كانش ممكن يقدر يستمر بالحرب. عم نحكي عن دعم بالتكنولوجيا والتقنيات والأسلحة وعن تغطية دولية عالمية. رقم اثنين، البعض ظن قبل زيارة رئيس وزراء العدو لأمريكا أنه قد يكون هذا الخطاب أو هذه الزيارة لأخذ الغطاء والشرعية لأي صفقة سيقوم بها لإنهاء الحرب. تبين أنه هذا الموضوع لم يأتي على ذكره على الإطلاق، بل تبين أكثر أنه هو ذاهب أكثر شيء ليجيب سلاح أكثر، ليعزز حاله أكثر، ليقول أنا مستمر في المعركة. ولأول مرة حتى في انتقادات من داخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي لخطاب نتنياهو أظهر للأمريكيين وكأن أمريكا هي من تحمي إسرائيل، وقال لهم أنا عم دافع عنكم، عم دافع عن وجودكم ضد إيران. وهني بيعتبروا انه هذا كلام كثير عالي السقف من رئيس وزراء العدو لامريكا، اللي هي بالعكس هي من تحمي اسرائيل ومن تغطيه. تيجي بتقولي عن الحاله بالكونغرس الامريكي، طب نحن شفنا انه صفقوا له 21 مره اثناء الخطاب، كان عمل هو حاول تجيش وعواطف من كل حد وصاب للاستمرار. هل اللي صار بيقول ان الامور في المرحله المقبله مستمره بالوتيره التي هي مع يمكن توسيع اكثر شوي. قال لا ترغب امريكا بهذه الفتره المتبقيه من رئاسه بايدن بتوسيع حرب شامله في المنطقه، لانه الامور ما بتزبط معه، ولكن نحن رح توقف الحرب او مكفين، مرجح انه ان تستمر مع زياده بالتوسع ضمن يمكن نحن بنسميه كل حرب بنسميه اختلاف معين، قواعد اشتباك او غيرها، ولكن بين انه الامور عم تتازم اكثر، وخصوصا انه الحركات المقاومه بالمنطقه بين انه لديها قدره اضافيه ولديها اسلحه اضافيه، وبلشنا نشوف منها واخرها ما سرب بالامس عن وصول اسلحه الكترومغناطيسيه الى المقاومه، وهي كيف قدرتها على التعطيل وقديش مدى تاثيرها على العدو. ضيف الى ما حصل بجبهات القتال، وعم بتبين كل مره انه كل ما عم تزيد الخناق وعم بزيد التضييق على حماس، عم نشوف انه جبهات المسانده في المحور عم تتقدم بامور صحيح. مختلفه، واخرها اللي صار بحدث اطلاق المسيره على تل ابيب من قبل الحوثيين باليمن. ضيف الى ذلك الاخر هدهد الثلاثه اللي نشرته المقاومه، اللي بيقول انه هذا الخرق بالمسيرات اللي اول مره نحن اذا بتشوفي بعبر حركه الصراع اول مره بيدخل سلاح جو من عند المقاومين. بالعاده كان السيطره الكامله على الاجواء هي للعدو الصهيوني بكل المعارك التي سبقت، اول مره بتشوفي انه لا، سلاح المسيرات اعطى تغيير بالمعادله. ضيف له باليومين الاخيرين ما حدث من اطلاق صواريخ مضاده للطائرات، اللي هي كمان هي بتاثر بالمعادله، فكيف الحرق اذا بعد فتره
شهدنا إسقاط لأحد طائرات العدو، معناتها نحن بنكون انتقلنا لمرحلة كثير متقدمة. لمرحلة أخرى. طيب اليوم يعني توزعت هذه الاهتمامات الداخلية بين خطاب نتنياهو وبين يعني طبعا فيديو الهدهد 3 والرسائل التي حملها إلى العدو، وبقيت يعني اليوم الجبهة على سخونتها في الجنوب. اليوم نتنياهو بخطابه أتى على ذكر الجبهة الجنوبية بشكل سريع، إلا أن يعني الجبهة الشمالية بالنسبة له، إلا أن الإطار الذي وضع فيه التهديد الذي يمثله حزب الله بدأ لافتا، صنف الحزب على أنه تهديد وجودي لإسرائيل لا يمكن فصله عن كفاح إسرائيل ضد حماس والحوثيين أيضا. اليوم شو كان عم بيحاول يعمل من خلال اللفت إلى موضوع لبنان وحزب الله؟ هل عم يهدف إلى تمهيد الطريق لتوغل بري ربما آتٍ مثلاً، وتليين الرأي العالمي بالنسبة لهذا الموضوع أو لهكذا قرار؟ شوف، إن العدو الإسرائيلي أكيد ما ولا مرة أخفى رغبته عن ميله للتوغل في لبنان واجتياح لبنان وعمل حرب برية وفرض بالقوة الشروط الذي يريده. بس ولكن بعد هالتجربة اللي أول مرة بتصير عنده، اللي هو معود جيشه بأكبر حرب 4-5 بيصل لعشرة 12 أسبوع، هيك منظومته الدفاعية ومنظومته القتالية ومنظومته الهجومية، بالتالي أول مرة بيمتد بحرب عمره 10 شهور، عم نحكي عم هاجم منطقة معزولة مسكر عليها من كل حد من وصاب بقدرات رغم تطورها، ولكن نسبة لقدرات المقاومة بجنوب لبنان هي أقل بكثير. بعد 10 شهور لهي اللحظة اللي هو عم يخطف فيها بالكونغرس الأمريكي لم يستطع أن يحقق الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب، مشان هيك هو مأزوم، لأنه أي ذهاب بالمفاوضات لوقف الحرب بهذه اللحظة هو إعلان واضح للخسارة. وفي البعض بيقولوا من المحللين السياسيين والاستراتيجيين أنه نحن فعليا أمام خسارة حقيقية للعدو الإسرائيلي، وكأننا الآن أصبحنا أمام جثة وبيبقى مراسم الدفن عبر إعلان الصفقة النهائية، لأنه إسرائيل أعلنت عدد كبير من الأهداف في بداية حربها لم تستطع أن تحقق حتى هذه اللحظة شيئا منها. بتروح على جنوب لبنان، عم نتحدث نحن بجنوب لبنان عم مقاومة لديها عمق أكبر، لديها مكانات أمكنة أوسع، لديها قدرات تسليحية عم مفتوحة منذ سنوات وزادت بالأشهر الماضي، ولهي اللحظة بتسمع من بالإعلام بتسمع بغيره أنه من المحللين أنه المقاومة لم تستعمل إلا جزء بسيط من ترسانتها وهي بتعد العدة أكثر، زادت بالطيران المسير اللي احنا عم نشوف خروقاته المتكررة وقدرته على الدخول. بتشوف كل هاي الفترة بعد قدرة المقاومة كما هي. بتقول نتنياهو يرغب بالهجوم إلى لبنان إذا أعطته أمريكا كل الدعم السلاحي المتطور النوعي وعطته التغطية على الدولية والغطاء ممكن يقوم فيها، ولكن هل نحن بهذه اللحظة اللي بايدن رايح على اللي بطل رح يكفي ترشيحاته رايح على نهاية ولايته بالوقت اللي ترامب فاجأ نتنياهو بتصريحه انه قال انه احنا انا بتأمل انه انهاء حرب غزة واجب انهاء الحرب بغزة، رغم انه ما ننسى بين الهلالين ان ترامب عاتب على نتنياهو في المرة في المرحلة السابقة، لان نتنياهو اللي كان عم يتلقى دعم غير مسبوق من ترامب بدره بالانسحاب من موضوع اغتيال سليماني بالعراق، بدره وهو حدث عنه ترامب. نتنياهو سبق الجميع باتصال ببايدن وتهنئته قبل ما كان أعلن نتيجة رسميا، فبالتالي الوضع بهذا المحل. ضيف إلى ذلك أنه المرشحة المحتملة التي لم يتم حسم ترشيح حتى هذه اللحظة نائبة رئيس بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي جوا بيقول مش نفس التوجه، حتى الجالية العربية بأمريكا تواصلت معها وأخبرتها أنه نحن كنا بصدد التصويت لترامب فقط لأننا كنا مزعجين من السياسة تبع بايدن. إذا أنت بيّن معنا، ويمكن هي قاطعت الخطاب نتيجة مقاطعة خطاب، إذا أنت عندك خطوات مستقبلية راح تقوم فيها من هون الانتخابات قد نغير من توجهاتنا وقد نذهب إلى التصويت. يعني المقاطعة هي لهيدا الحسابات الانتخابية كانت يعني؟ يبدو ذلك، لأنه هن نفس الفريق ونفس الحزب. فبالتالي هل نحن أمام هذه المرحلة المقبلة والأشهر القادمة سيبقى التفوق اللي مبين أول لترامب، خصوصا بعد الحيث اللي صارت معه والرصاصة اللي أطلقت عليه وعطته نوع من دفع المعنوي وتراجع قدرة وشخصية بايدن، هل سنبقى أمام هذا التطور؟ أما أن إجماع الحزب الديمقراطي المرجح على نائبة الرئيس اللي ممكن أن تتغير ولكن هو مرجح سيغير الموازين ونتفاجأ أنه يبدو أن يعود التقدم للديمقراطيين، هذا اللي نشوفه بالأشهر المقبلة. نحكي شو عن الانتخاب أنت ولكن هاي الفترة لأنه إحنا أمام هاي الفترة من ماذا يعني اليوم أن يقاطع نصف الديمقراطيين الخطاب؟ يعني مش بس اليوم كمالا هاريس هي اللي ما حضرت هيدا الخطاب، شو الرسائل اليوم للولايات المتحدة؟ هل اليوم بخصوص أنه بخطابه نتنياهو قال أنه مصير إسرائيل مرتبط بمصير أمريكا وأن الطرفين يواجهان محورا معاديا واحدا ويخوضان المعركة نفسها، وبالتالي انتصار الأولى سيكون انتصار للأخرى والعكس صحيح؟
اليوم شو هي الرسائل يعني اللي ظهرت من خلال كلامه عن محور المقاومة وإيران؟ هو تحدث بشكل كبير. هل قادر هو يواجه اليوم هيدا لوحده؟ أكيد لا. شوف نتنياهو لحاله أثبت أنه مش قادر يواجه غزة لحاله. فكيف بالحري هذا المحور؟ هو عم بحاول ويعمل جاهدا لإيصال صورة للكونغرس الأمريكي وللناخبين الأمريكيين أن الخطر القادم هو من إيران وأذرعة إيران. وبالتالي إسرائيل عندما تحارب حماس في غزة وتحارب حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين، هي عم تقدم خدمة لأمريكا لأنه عم تحاول تحارب للأذرع القوية لها. وبهالطريقة بيكون مش بس عم يحمي نفسه، عم يحمي كمان الولايات المتحدة الأمريكية، وصور نفسه وكأنه هو حامل الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس، وحاول ينقل هذه الصورة. قد يكون هذه التسريبات المسبقة لخطابه أزعجت من ناحية بعض الديمقراطيين اللي هن كانوا بدعم غير مسبوق، رغم أنه نحن كنا نشاهد قبل أنه بعض الديمقراطيين عم بيطالبوا بوقف الحرب وعم بيطالبوا ذهاب لصفقات، وكثار بيحملوا مسؤولية كبيرة لنتنياهو تحديدا بإفشال المفاوضات بكل مرة تصل للمنطقة للنقطة الأخيرة. وفي تواصل كان بالمرحلة الماضية مع الوزراء المعارضين لنتنياهو، وسمعنا كثير حتى في بعض الزيارات راحت لوزراء من حكومة الاحتلال من غير ما يكون رئيس الحكومة. بالتالي أمام كل هو ضيف لألون أن الشعور بتراجع إمكانية فوز الديمقراطيين مرة أخرى بالانتخابات الرئاسي، وميلهم لجذب الناخبين أكثر، وخصوصا أنه أعضاء الكونغرس الموجودين بولايات وهناك ناخبين من كل دول من كل المنطقة العربية والإسلامية. بالتالي كان مجموع من النقاط، منها انتخابي ومنها سياسي ومنها مبدئي، بيقول انه لا لازم نقاطع زياره نتنياهو، مش هيك تم هذا النسبه من المقاطعه. والحشود اللي كانت موجوده خارج هالحشود يعني الشعوب ضد زياره نتنياهو. يعني اليوم يمكن احد اهم النقاط اللي قد تحققها طوفان الاقصى بغض النظر عن كل الامور الاخرى، ان استطاع ان يحرك الراي العام العالمي واعاد قضيه فلسطين الى الواجهه، وحتى استطاع ان يحرك، ويمكن من المؤسف من ناحيه والايجابي من ناحيه اخرى، ان استطاع ان يحرك الراي العام العالمي اكثر من الراي العام العربي والاسلامي. وشفنا المظاهرات بالدول الغربيه وبامريكا اكثر ما شفناها بالدول العربيه. وشفنا انه هاي الاعتراضات، يعني لو هلق نتنياهو راح يزور دوله عربيه راح نشوف هالمظاهرات، ونشوف راح يحطوا له حشرات باوتيله بمكان تواجده او لا. بنشوف انه بامريكا هناك البعض اللي استطاع ان يتجاوز كل الاجراءات ويحقق على الاقل بالطرق اللي قام فيها ايصال رساله لكل العالم انه هناك نسبه كبيره من الامريكيين ترفض هذه السياسه اللي تدعم الكيان الغاصب عبر هذه الحرب التدميريه والهمجيه التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني. طب اليوم هو قدر يلتقي الرئيس جو بايدن؟ برايك اليوم سيلتقي المرشح الرئاسي دونالد ترامب حتى هذه اللحظة؟ يعني كمان هو بهم، وخصوصا أنه هو ذهب إلى واشنطن على وقع يعني بعد أمنا الأمور محددة بين أنه الرئيس جو بايدن تنحى عن يعني ترشحه للرئاسة، وبين أنه المرجح أن يفوز دونالد ترامب، وهيدي الخلافات إن كان مع نتنياهو إن كان مع بايدن وإن كان ترامب. يعني مع ترامب، أو إذا بدنا نقول مش خلافات، يعني هيك الأمور باردة وفترة يعني بيناتهم، وخصوصا بعد اللي حصل. هو أنا المعلومات بتقول أنه في هناك لقاء محدد بفلوريدا بمكان إقامة ترامب هو منتجع اللي بيقوم فيه، وأكيد رح يتم ببحث من كثير أمور. ولكن ترامب سبق نتنياهو باللقاء وأعلن أنه آن الأوان لإنهاء الحرب، وطبعا على السقف وتوجه لحماس وأطلقوا الأسرى وكل هذا الكلام لإيران حتى. ولكن نعم يعني ولكن كمان السؤال، هل ما يرغب به ترامب الخارطة يعني إذا قتلتوني أو إذا تم اغتيالي أو شيء عم يتوجه لإيران يعني؟ نعم. فالسؤال الأبرز أنه هل ما يرغب به بايدن أو ترامب أو هارس الحال فازت، هل ما يرغبون به حقيقة هو إنهاء الحرب أم لا؟ هم فقط يرغبون بتحرير الأسرى الذي لدى حماس ومن بعدها إكمال الحرب بالطريقة للتهدف؟ هذا السؤال الأبرز والمركزي. لأنه نتنياهو بكل كلمة اللي قال، لأنه كل كلام اللي قال نحن لن نوقف الحرب حتى هزيمة حماس بالمطلق، نحن لن نقبل بغزة إلا إدارة مدنية تتبع الاحتلال، نحن لن نقبل أن تعود حماس إلى التواجد في أي مكان. يعني هو عمل عدد من النقاط، هاي الشروط اللي حكيها ما بيقول إنه تم في صفقة وأوقفنا الحرب وأطلقنا الأسرى من الجهتين وخلصت الحرب، ولا محل لسمعنا من ترامب ولا سمعنا من بايدن ولا سمعنا من نتنياهو ولا من اي احد بيقول انه هذا هو الطريق. هن كل هدفهم وكل الضغط اللي عم يسويه. لذلك اليوم ما ذكر يعني الصفقه كثيرا بخطابه، يعني ما تطرق الى هذه الصفقه وين وصلت وين صارت وشو بده ينعمل يعني بالخطاب. اول شيء 55 دقيقه ما حكى عن هذا الموضوع. بدايه نتنياهو بيدرك انه فور توقف يعني الحرب هو بدا يعني انتهت بحياته السياسيه، فكيف اذا هذا الانتهاء الحرب كان بالطريقه التي هو لا يرغب بها؟ بالتالي هو بتلاحظي بكل مره بحاول يخربط ويأجل ويمد على امل ان يحقق انجاز اكثر. بس الملفت انه بعد
كل التأخير وكل التأجيل وكل الأشهر التي مرت دائما بعدنا عم ندور بيدور بحلقة مفرغة ومش عم يقدر يوصل للأهداف اللي بده إياها. يعني أنت بتصدقي إنه بهذا المكان الصغير لمساحة 365 كيلومتر مربع 10 أشهر من القتال بأحدث تقنيات وتكنولوجيا عسكرية بالكون مع حشد دولي غير مسبوق عم يهاجم هاي المنطقة لم يستطع حتى هذه اللحظة الوصول إلى الأصل الموجود اللي هو عم تحكي إن شغلة كثير عظيمة. بالتالي هل سيستطيع إذا استمر شهر وشهرين وثلاثة للانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يحقق؟ هو عم يحاول يأخر خسارته المطلق، عم يحاول يأخر محاسبته، لأنه اليوم في أصوات بالكيان الغاصب بتقول يجب أن تتم الصفقة الآن، أن نذهب لانتخابات نيابية تشريعية في الكيان بسرعة. وهذا الكلام بيقول نحن يجب أن نذهب لمحاسبة نتنياهو والفريق العامل معه، لأنه ترامب حتى مرق بالخطابات اللي قال فيها بأحد المرات إنه هو بحمل نتنياهو الفشل اللي صار ما قبل العملية طوفان الأقصى اللي أدى لطوفان الأقصى. بالتالي كل الجول داخلي والخارجي بيقول إنه نتنياهو خاسر في بعد توقيف الحرب، فبالتالي هو يعمل لإمادة أمل الحرب، يعني أمل على أمل الحرب. أن يحقق بإمادة أمل الرب. يعني إذا هو وقف اليوم هو حكم رايح على إنهاء حياته السياسية، هو بيستمر لقدام ما عنده مشكلة بالقتل. طيب يمكن يقدر يستمر بغزة أم إذا كان عنده يعني أهداف أخرى وهو يعني توسعه هذه الحرب صحيح. للوصول إلى لبنان. نعم. يعني هيدي هي الطريقة اللي بيقدر يمد فيها الحرب. قديش بغزة بعد قادر يستمر؟ شوف هو إذا مد الحرب بعد شوي وقدر بسبب أو بآخر حقق إنجاز ما، قد يعطيه هذا الإنجاز نوعا من إعادة القدرة على تعويم نفسه في المرحلة المقبلة وإعادة النجاح في الانتخابات. وإذا استطاع أن يورط الأمريكي في حرب شاملة في المنطقة تبدأ بلبنان ولا تنتهي بالعراق واليمن وإيران، بكون هو حقق جزء منه. هذا الشيء ممكن يساهمه بوقائه أكثر، رغم أنه نحن ما فينا ننسى وكل العالم عم يشاهد أنه قد تكون كما هذه الحرب تطمح لها إسرائيل على أمل ضرب أذرع إيران في المنطقة، قد تكون هذه الحرب سلبية عليها، لأن كل التسريبات وكل التحليلات بتقول أن أجنحة المقاومة في كل الدول العربية والإسلامية التي كانت وتحدث الكثيرون أن طوفان الأقصى أتى بمرحلة فاجأ فيها قوى المقاومة التي كانت تعد خطة مختلفة. إذا صارت في حرب جديدة ما أراك أن قوى المقاومة والمحور تقوم بنفس العملية اللي كانت بتقوم فيها، وخصوصا مع القدرات يعني القتالية أو العمليات اللي عم بيقوم فيها هذا المحور من اليمن يعني مؤخرا، وبالمسيرة اللي أصابت تل أبيب بالتحديد. ولكن بالزمان كان يعني هذه القدرات صارت يعني كثير كبيرة ومتطورة جدا. يعني بالزمان كنا أولاد ونسمع أنه نسمع حدا مقاومة أنه بروح بيقتل حاله بالعدو لحتى ليحقق إنجاز. مع تطور العلم والتكنولوجيا والأسلحة بين أنه أصبحنا بأسلحة تكنولوجية تضاهي الأسلحة التكنولوجية للعدو. وإذا بتشوف فين شو عم ينحكى من عند الحرس الثوري الإيراني، واليوم في تقارير بالصحف عم تحدث عن الدعم التي أعطي لحركات المقاومة، وتحدث تمت الحديث عن آليات جديدة ومسيرات شبح مخفية تستطيع خرق. وإذا بدك بالمرحلة الماضية نحن عم نراقب وعم نتفرج وعم نسمع على الشاشات والإعلام، بنشوف أن هناك استعمال لتقنيات مختلفة بالحرب مع الإسرائيلي، وكل يوم تسمع بخرق إضافي. اليوم الهدهد، امبارح مسيرة من اليمن من عند حزب الله من غير محل، وما يقدروا يتصدوا لهذه الخروقات. من غير ما ننسى الرد اللي صار من إيران بلحظة ما على الضرب الإسرائيلي بإيران، وكيف استطاع عدد من الصواريخ الوصول. طب ما أدرك إذا اشتعلت الجبهة وتم إطلاق هكي صواريخ من لبنان والعراق وإيران واليمن، كيف تستطيع هذه القبب الحديدية أن تحمي الكيان الغاصب؟ بالتالي رح يكون أمام مأزق وجودي وتاريخي. قد تكون هذه المرحلة المقبلة وهذه الحرب هي الحرب الوجودية، قد لا تكون. نحن بلبنان نأمل أنه ألا تتوسع الحرب وتصبح حرب شاملة، وأن تبقى ضمن الوضع اللي هي الحيل الموجود فيه. ولكن استمرار نتنياهو الواضح بعد خطابه في الكونغرس أن الحرب يعني لن تتوقف في غزة، يعني الحرب في جنوب مستمرة. والواضح من خطابه أن هناك توسيع للحرب، ولكن حسب اللي صار لحلق وحلق التصريحات من ترامب وحسب الجو عند بايدن، الحرب ستستمر مع توسيع بعض الشيء، ولكن ضمن وتيرة المتعارف عليها أو الموجودة حاليا دون الذهاب إلى حرب شاملة. ويبدو أن الأمور كلها تتجه بهذا السياق، ويبدو أننا نحن ذاهبون إلى أشهر ستمتد إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية. رغم أن بعض من المحللين يخالطني الرأي بهذا الاتجاه ويقول أنه لا، سنذهب إلى صفقة قريبا ويمكن وحل النزاع وتوقف يعني الحرب. هذه الصفقة أصبحت قاب قوسين أو قريبة جدا، لأنه فيها عدة بنود. يعني بعد ما انحلت فيها بعده نتنياهو مصر على الكثير من الشروط، وهذه المفاوضات ما بنعرف إذا رح توصل لنتيجة. في عندك اليوم من سيدير القطاع اليوم في شروط نتنياهو، أنه هو يريد مع قوات إن كان دولية وإن كان عربية مع السيطرة في عنده معبر رفح ومعبر فيلادلفيا، يعني أيضا يريد الإبقاء على سيطرته واحتلاله لهما. في عندك اليوم يمنع
عودة المسلحين، هو بحسب رأيه يعني، وهن المقاومين يعني إلى شمال القطاع، يعني كلها بعض شروط تعجيزية. اليوم المقاومة لن تقبل يعني رغم مرونتها اللي عم تبديها، لن تقبل بهذه الشروط وإلا بتكون هزمت يعني، صح؟ هو السؤال، هل ستعطي المقاومة العدو الإسرائيلي في المفاوضات ما لم يستطع أن يحققه بالحرب؟ بالتأكيد لا. لو هي هو الكلام اللي عم بيقول عنه نتنياهو بيطالب فيه، كان في يعملوا من 5 أشهر وكان في يعملوا الصفقة من 5 أشهر وهذه وثيقة استسلام ويقع وثيقة الاستسلام ويقولوا هاي. ونفس الوقت بدك تقولي إن لم يستطع نتنياهو والعدو الإسرائيلي إقرار وفرض هذه الشروط اللي عم يرغبها، يعني نحن عم نحكي عن استسلام أو عن خسارة أو اعتراف بالهزيمة للعدو الإسرائيلي. مش هيك نحن أمام محل كثير حساس، وهذا اللي بيقول إنه استمرار الحرب بعده مكفي ليصل أحد الطرفين لهزيمة يعترف بها، لأنه الشروط اللي وضعتها العدو الإسرائيلي على المقاومة بغزة تعلن إنه هني عم يستسلموا بالكامل، يعني هم بيسلموا سلاحهم بفلوا من غزة، إدارة مدنية ما لينش وجود الدولة الفلسطينية ولا القيادة الفلسطينية تحت، المعابر تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. بالمقابل المقاومة بتقول أنا بتضلي موجودي، أنا بدي يكون إلي الدور، بدي أعيد النسحين، بدي أعمل. بالتالي الموضوع حساس لدرجة جل ما نستطيع أن نتوقع أن نصل إليه هو أن يتم صفقة ما حول موضوع الأسرى. ولكن السؤال الأبرز، هل ستقبل حركة المقاومة في غزة أن تسلم الورقة الأخيرة الموجودة لديها للعدو الإسرائيلي تقول له هؤلاء الأسرى أصبحوا لديك فاعمل بنا ما تشاء وبكون الأمر مستباح؟ هو بوجود الأسرى ولا ما كانت عم تفن الأقصى كلها طبعا يعني، ولكن هو حتى هاي اللحظة بوجود الأسرى لدى الحركات المقاومة يقوم بتدمير غير مسبوق، وهذا التدمير عم يهدد بالكثير من المرات، بل أكثر ما عم يهدد قد تم قتل العدد العديد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين للحماس. فكيف بالحري يعني 5 جثث لأسراه يعني، فكيف الحري إذا فش مع حماس وحركات المقاومة أسرى شو ممكن يعمل الإسرائيلي؟ بعد الأمور فيها شد حبال كثير يعني، بعد هذا الشيء بدل على أنه بعد الأمور مطولة حتى هذه اللحظة، وخصوصا اليوم وزير التربية الإسرائيلي دعا يعني سكان الشمال والتلاميذ في الشمال يعني إلى الانخراط بالمدارس الموجودين يعني بالمدن اللي هن نزحوا فيها. شوفي من لو كان في حل قريب يمكن ما كان ببلشوا ياخذوا هيك إجراءات، صح؟ هذا صحيح، رغم أنه قد يكون بعض الأحيان وزير التربية ممكن ما يكونش عنده معلومات بما يحدث في السياسة، ممكن يتم بلحظة، ولكن على الواقع اللي هو فيه هذا صحيح. ولكن إحنا ما فينا نغفل أن يصدر عن رئيس روسيا القطب العالمي الآخر غير الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصريح اللي تحدث فيه عن مرحلة مستقبلية في الشرق الأوسط بلقاء الرئيس الأسد، تحدث أن الأمور تتجه للتصعيد. من الممكن أن نصدر عن رئيس روسيا كلام أنه الأمور تتجه للتصعيد لو الأمور ذهب لحل، متى هو يعلم عبر كل علاقاته واستخباراته وكل تفاصيله، هو على علاقة جيدة يعني مع جميع إسرائيل ونتنياهو. لو هو الوضع اللي شافه بالمرحلة المقبلة هو كون جو سياسي وهدوء وتهدئة، كان بده يقول أنه يبدو أن الأمور تتجه في المنطقة للتهدئة. هو تحدث مع الرئيس الأسد أن الأمور في المنطقة تتجه للتصعيد وسوريا ستكون من أكبر المتأثرين به، معناتها كل الأمور بتقول إذا بتجي بتجمعيهم مع بعضهم، نتائج الحرب التي تحصل بغزة، استمرار الاعتداءات بالجنوب اللبناني، خطاب نتنياهو بالكونغرس الأمريكي، قرب الانتخابات الرئاسية، انسحاب بايدن من السباق، أصبح بفترة شبه عاجز يعني بهاي المرحلة المتبقية، جو ترامب اللي نحن بنعرف كيف تصريحاته، تصريح الرئيس الروسي، كل هذه الأمور مجتمعة بتقول أن نحن ذاهبون إلى مرحلة مقبلة تستمر فيها الحرب كما هي مع احتمالية زيادة في التصعيد في جنوب وفي غزة على أمل الوصول للانتخابات الرئاسية الأمريكية. عسى بالنسبة للعدو الإسرائيلي أن يأتي ترامب رئيسا للجمهورية ويقدم له ما لم يستطع أن يقدمه الديمقراطي وبايدن، على أمل أن يحقق إنجازات، إما عبر التسليح الإضافي والذي طالب به نتنياهو في الكونغرس عبر تسليح نوعي إضافي لما كل الأسلحة النوعية، وإن كان عبر ضغط على إيران عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو بالعقوبات، على أمل أن يساعد هذا الضغط إسرائيل بتحقيق مكاسب أخرى. يعني كل ذلك يحصل على وقع لقاء ومصالحة فلسطينية حصلت في بكين برعاية يعني طبعا الصين، كمان لمعرفة يعني اليوم التالي لغزة، ماذا سيحل في غزة، من سيحكم غزة اليوم. هذه المصالحة أدت إلى إعلان أنه تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن يعني يبقى أو تبقى العبرة في تنفيذ هذه الاتفاقات التي يعني سعت إليها طبعا الصين. كان في لقاءات كثيرة قبل ولكن ما حصلت. اليوم يعني برأيك هل بدأت تتبلور صورة اليوم التالي من خلال يعني هذه المصالحة اللي طبعا أوصلت عليها إسرائيل دغري يعني؟ وما بداية لابد من توجيه تحية لجمهورية الصين الشعبية
على الدور التي تقوم به كل الأوقات في محاولة رأب الصدع بين كل المجتمعات العربية وحتى الإسلامية. ونحن ما بننسى اللي صار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بدفع ورعاية صينية وقت الاتفاقات اللي صار بيناتهم. نجي للموضوع الفلسطيني. طبعا ما في حل وما في بديل وما في شيء ممكن نقدمه لشعب الفلسطيني أثمن من هذه الاتفاق وهذه المصالحات. ولكن هل هذه المصالحات تكفي فقط لحل الأزمة؟ كلا. إذا نتنياهو عم بيقول أنا مش بدي سلم هذه الإدارة للفلسطينيين مجتمعين، أنا مش بدي حكومة فلسطينية موجود فيها كل الأفرقاء الفلسطينيين، مش أنا بدي سلمها للسلطة الفلسطينية أو لفتح، أنا برفض حدا يستلمها، أنا بقول بدي استلمها كقوات احتلال إسرائيلي، بدي أحط فيها إدارة مدنية تتبع لإسرائيل، وبدي أنا أكون إلي السيطرة الأمنية على محور المحاور الاتصال مع مصر، وبدي تكون منزوعة السلاح. بالتالي هذا الاتفاق رغم أهميته ليس لديه تقريش على الأرض بموضوع غزة، لأن العدو الإسرائيلي يرفض كل هذه الأمور ويقول اليوم التالي في غزة باتجاه آخر. طيب، ولكن بس يكون في جبهة متماسكة من الفصائل المقاومة مع السلطة أفضل. اليوم برأيك يعني ما رح توقف له إذا بدنا نقول مخططاته لنتنياهو؟ لا، قد تضع عقبة بسيطة أمام هذه المخططات، ولكن أمام هذه العنجهية اللي نحن عم نشوف أنه من وقت بداية طوفان الأقصى لليوم سقط بداخل الضفة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح والسلطة الفلسطينية عشرات الشهداء وعشرات ومئات الجرحى. بالتالي هذه العدوان الإسرائيلي مش محدد بفريق من الشعب الفلسطيني بحماس أو بجهاد أو بغيره، هو ضد كل الشعب الفلسطيني وكل من يرغب في تحقيق أرضه. وإذا إحنا ما نرجع لنقول بنسمع دائما الحل الدولتين وحل الدولتين، حل الدولتين لكي يتم تطبيقه يجب العودة إلى قرارات الشرعية الدولية التي صدرت من أبرزها 181. 181 بيقول نص الأرض بفلسطين للدولة الإسرائيلية ونص الأرض للدولة الفلسطينية مع سيطرة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع. هل نحن الآن بعد كل هذه السنوات تبقى لدينا شيء من هذا الكلام؟ هذا الحديث صار بمكان آخر وكله صار. طيب ليش اليوم بيضلوا يرجعوا لموضوع حل الدولتين مع أنه اليوم يعني إذا بدنا يعودوا إلى هذا الاتفاق ما بقى في شيء منه على أرض الواقع، وحتى اليوم ما يحصل في الضفة الغربية وبناء يعني مستوطنات جديدة، يعني اليوم صارت الضفة ثلاثة أرباع على بمستوطنات. يعني هو الدولة ليكون في دولة، الدولة إلى مقومات، ولكن هل ما تبقى من أراضي فلسطين لم تقضمهم إسرائيل وتأخذهم إلى سيطرتها، وإضافة إلى المستوطنات في كل مكان، هل ما تبقى يسمح بإقامة دولة بكل معنى الكلمة؟ لا، ليصير في دولة بدنا نرجع يرجع اللي فلوا اللاجئين الفلسطينيين، بدنا نرجع نعطي الأراضي اللي اتفقنا عليها ب 181 أو أصدر قرار الأمم المتحدة، بدنا نرجع نسحب من الضفة والقطاع. هل هذا الشيء متاح؟ أمام هاي العنجهية وأمام هذا الخطاب بنقول هذا كلام مش مقبول. هاي الأرض الفلسطينية بتستوعب دولة وحدة هي دولة فلسطين، أكثر من هيك ما في. نتنياهو بكلمته إذا سمعت شو قال، سنبقى كما نحن، بتبقى القدس عاصمة موحدة وما فيش ولا أي كلام آخر. معناتها نحن باتجاه هون باتجاه، قد يكون هذه الحرب المقبلة هي حرب تحقق لإسرائيل مزيد من الثبات أو تكون الحرب الأخيرة لإزالة هذا الكيان، وخصوصا أنه دائما هو بيوصفها بالحرب الوجودية. خليني فوت على أول فاصل إعلاني، منرجع منفصل بكلامنا أكثر وأكثر. فاصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم. اسمحوا لي أرجع أرحب بضيفي البروفيسور وسام شروف، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني. بنرحب فيك مجددا وأهلا وسهلا. يعني طبعا كنا عم نحكي عن هذه المصالحة إذا بالفعل كانت رح تؤدي يعني إلى اليوم بالإعلان للمصالحة والاتفاق اللي انعمل ببكين، قالوا أنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة توافق تكنوقراط. يعني اليوم هي على شو الطريقة اللبنانية اللي نحن شكلنا فيها بوقت كان في عنا أزمة مش قادرين نتفق؟ وهل ستنجح برأيك هذه الحكومة؟ هل ستشترك فيها فعلا حماس أم رح تسمي شخصيات تكنوقراط بعيدة عنا ليست حزبية؟ كيف رح تكون؟ بأي إطار برأيك؟ شوف، بداية الديمقراطية التوافقية هي أسوأ أنواع ديمقراطية لأنه موجود، ولكن بالوضع الفلسطيني تختلف المقاربة. رغم الحزن أنه نحن هل كان من المقبول في السنوات الطوال السابقة أن يكون هناك انقسام فلسطيني ما بين الضفة والقطاع كالذي كنا نشهده؟ هل من المقبول أن يكون هناك فريق من الإخوة الفلسطينيين يسيطر على القطاع بكل تفاصيله وفريق آخر يسيطر على الضفة؟ ما فيش عندنا وحدة وطنية وحكومة وحدة وطنية موجود إلى وجود بالمحلين. هل من المقبول كان هذا التنازع بين الفلسطينيين
خصوصا عم نواجه هذا العدو الضارب. بتبلش من هيك لتقولي انه من البدايه كان هناك اخطاء تاريخيه ارتكبها الفلسطينيون الحركات الفلسطينيه ببعضهم قبل ما نحكي عن امور ثانيه. بتقولي لي بالتالي هذا الاتفاق اليوم هل هو اتفاق جيد ومهم؟ بالتاكيد نحن نحييه ونؤكد عليه ونقول لا بديل للفلسطينيين الا بالوحده، وهي الوحده يجب ان تترجم بالخارج والداخل. ترجمتها بالداخل بتقول الذهاب لوحده حكومه وحده وطنيه. اذا برايي انا اللي اجتمعوا ببكين ما فيش عنده النظره ليطلعوا على المستقبل وهن رايحين بهدف استمرار هذا العمل بس لصوره فلكلوريه، بالتالي ما كانش في لزوم للزياره ولا في لزوم للقاء ولا في لزوم لتخريج هذا الامر. لا، يجب ان يتبع ما حصل في بكين، يجب ان يتبع بخطوات على الارض وتشكيل حكومه وحده وطنيه. بتقليلي حماس، اذا حماس بالسياسه ستلعب كما تلعب بالقدرات اللي تثبتها بحركة بالمقاومة، أنا برأيي ما بتكون هي موجودة بالمباشر، بتكون داعمة لشخصيات لتطلع هي من المشهد السياسي، لأنه المشهد السياسي على الأرض بغزة بإعادة الإعمار قد يحتم عليها أوزار أخرى، لأن بتجي إسرائيل تتحجج بما أن هناك وزراء من حماس موجودين أنا بدي أمنع عنكم من هون، وهناك دول ستمتنع عن الدعم. يعني برأيك يجب أن تأخذ خطوة إلى الوراء اليوم حماس في السياسة، في السياسة صح بالسياسة لكي لا تقي مبررا للعدو أو لغيره للتلطي وراء وجودها في الحكومة لتوقيف دعم الإعمار في غزة وإعادة الإعمار، لأنه إحنا بالمرحلة المقبلة بعد انتهاء الحرب عم تحكي عن قطاع منكوب 100% بده إعادة إعمار شاملة من كل شيء بالبناء والقدرات بكل الاستشفائية والتعليمية والجامعية وغير ذلك. بتشوف مين بده يدعم، مين بده يحط مسار، عفوا مين بده يساعد. بالتالي أنت يجب أن تؤمن الأرضية، بداية تأمين أول خطوة لتأمين الأرضية هي حكومة وحدة وطنية، لنقول نحن الشعب الفلسطيني كله مع بعضه هو عم يفاوض باسم الشعب الفلسطيني. هو حكي ستنفذ يعني هيدا اللي عملوه ببكين وهيك رح يطبقوا العبرة بالتفاصيل. التجارب السابقة لا تشجع، الشياطين تكمن في التفاصيل. نعم. والتجارب السابقة لا تشجع. التجارب التي مرت عبر السنوات الطوال لا تشجع، ولكن اليوم بعد ما حصل من دمار وقتل وتهجير وتدمير غير مسبوق يمكن منذ الحرب العالمية بهالكمية وهالقتل والإجرام، هل من المقبول أن لا يدرك الشعب الفلسطيني بكل قيادته أنه آن الأوان للتوحد والتعالي عن كل الأمور مهما كانت كبيرة في سبيل المصلحة العامة للشعب الفلسطيني وإعادة الحلم بإمكانية تحقيق الدولة التي تتحدث أنها ليست بالإمكانية الآن ولكن على أمل أن تحقق في المستقبل؟ أنا برأيي لازم يترفع عن كل شيء، ويجب أن نبصر فيما بعد حكومة وحدة وطنية موجود فيها كل شرائح المجتمعية، وهي الحكومة تكون إلى دور بإدارة القطاع وإدارة الضفة وتأمين العيش الكريم لما تبقى من الأشخاص مقيمين في غزة والضفة وداخل الأرض الفلسطينية. يعني تشوف كيف بدأت تتحقق، وخصوصا يعني اليوم أنه القطاع بحاجة إلى إعادة أعمار، ولكن ما نشوف إذا رح يكون بوصاية دولية ولا بوصاية عربية ولا إذا حماس رح تقبل بهذا الموضوع أيضا، كمان كلها بعد رهن الوقت. عنا بلبنان قدي رح نضل ناطرين الوقت كمان حتى ننتخب رئيس جمهورية، حتى نشكل حكومة تكون كاملة الأوصاف، حتى ترجع هي يعني هالمرافق العامة هيك ترجع تشتغل؟ أي متى؟ كيف كنا عم نحكي عن الإخوة الفلسطينيين؟ ما نحن عم نوعظ والعيب فينا. صح معك. هالواقع نحن نوعظ والعيب فينا. هل يجوز بعد انهيار اقتصادي غير مسبوق، بعد سرقة غير مسبوقة بالتاريخ لأموال المودعين، بعد انهيار اقتصادي واجتماعي كارثي، بعد أزمة صحية عالمية ضربت الأخضر واليابس وأذتنا في لبنان، بعد الحرب التي تصل من العدو الإسرائيلي على الجنوب، بعد هذه الأزمة الشاملة هل من المقبول الاستمرار هكذا؟ بالتأكيد لا. بس مشكلة نحن بوطن، وين المشكلة؟ أقول لكم أول مشكلة، هناك من خطط عبر السنوات الماضية لضرب القدرات، مش بقول القدرات العقليه، لضرب القدرات الوطنيه للشعب اللبناني. انت كيف بتدمري؟ بالزمان كانوا الالمان يقولوا اذا انت بدك تدمر مجتمع بيكفي تدمر جيل عمره 15 20 سنه. بتبلش كيف تعمل له؟ بتلهي انه انت حياتك شو هدفها؟ لا تفكري بمستقبل ولا تفكري بنظريات ولا تفكري ببناء دوله، فكر انت كيف تنبسط، كيف تصرف، كيف عندك قدره تشتري اللي بدك اياه وتعيش حياتك مثل ما انت بدك. استطاعوا بهالفتره قسم كبير من الشعب اللبناني اصبح هذا هو هدفه. انا هدفي بالحياة أنه أنا كيف يطلع مصاري وأصرفها مثل ما بدي وأقدر أمن كل استهلاكاتي وعيش بالمحل اللي بدي إياه والطريقة اللي بدي إياها. أنا كيف فكر للمستقبل شو بدي أبني لوطن ضعفت عندي. مش هيك بتشوف الشعب اللبناني متراخي، مش هيك بتشوف السياسيين يعملوا كل شيء بدهم مباح، ما حدا قال له موضوع. الشعب اللبناني ملتهي بغير محلات. إجا اللي ما سمي بالحراك بالمرحلة الماضية لم يكن على قد الأمال من من عقدوا أملا عليه، صحيح. اللي بالبداية كنا متأملين فيه نحن كلنا
ببداية الحركات الثورية تبين بعدين أنه فشل، وحتى من استمر إيمانهم به وانتخبوا على أساسه وأتوا بنواب لهذا المحل، حتى هم إذا بتتحدث معهم بقولك نحن محبطين من الأليات اللي بتحصل بلبنان. زي حين من هون لنقول باقي مكونات الشعب اللبناني، باقي الأحزاب السياسية، نحن أمام هذا الاستعصاء شو الحل؟ يا عمي شو الحل؟ الحل انتخاب رئيس جمهورية. بيجوا بيقولوا، أنا صدق قايلها عدة مرات، بيجوا بيقولوا انتخاب رئيس جمهورية لازم نروح على المجلس النيابي وانتخب. خي رحنا مرة واثنين وعشرة ما مش الحال. قالوا المشكلة إنه دولة الرئيس نبيه بري مش عبيدي على جلسات مفتوحة، نحن بالنسبة إلنا ندعي بيمشي الحال. إجا رئيس بري هون حد الأم بي أن وقف بمهرجان تغيب الإمام موسى الصدر وقال أنا رئيس مجلس النواب أمام الملأ ألتزم بأن أفتح أدعو لجلسات نيابية مفتوحة، ولكن لنقدر نحصل على نتيجة مش تكون هاي فلكلورية مثل اللي صارت ونجمع صوت ونجيب صوت. خلينا نقعد مع بعضنا نحكي مع بعضنا، نعمل أسبوع حواري، بس ينتهي الأسبوع الحواري أنا ملتزم أن أقوم بفتح جلسة دورات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية. لهي اللحظة من لا يرغب بهذا الشيء بيقول لك بنا حوار وبناش حوار، منغير تقاليد ومنغير شعارات. أنا بدي أسأله لهذا الشخص أنه أنا بيجي بيقول لي الطائف قال أنه منروح على جلسة نيابية من غير ما نعمل حوار. ليش أنا بدي أسأل هل في شيء بالطائف مما طبق وما لم يطبق؟ في كثير اشياء لم تطبق صحيح. وما طبق نحن كلها طبقناها مثل ما هي، ولا نحن كل مره عملنا اجتهادات بما يخدم المصلحه الوطنيه. انا مش عم اقدر استوعب كيف انه حدا بيقول ما بدي اعمل حوار رغم انه لم يعد على امانه ولا وسيله اخرى غير. طيب ولكن يعني اليوم يعني واقفين نحن عند هيدا نقطه الاستعصاء، حوار او تشاور او نقاش خارج المجلس، المهم ما يكون فيه اطار مؤسسي يعني بحسب ما يطلبون. يعني نحن واقفين عند هيدا النقطه عن جد، لانه البعض الخارج ما بيصدق الموضوع، يعني انه هون في الامور بيقول لك انه اكيد هيدا الفريق اليوم اللي عم يتعاطى بسلبيه واللي ما عم يجي الى الحوار، ناطر اليوم كلمه السر من الخارج، ناطر اليوم هذه التسويه حتى يشوف شو بده يعمل. لك شو السبيل بلا الحوار؟ إذا استطاع فريق من الفريقين اختيار مرشح للرئاسة، واضح أنه لديه قدرة على جلب عدد من الأصوات اللي بتفوق أول جلسة ثلثين وتاني جلسة نص لقد واحد، بصير في عنا انتخاب دغري بنروح على الانتخاب. بس احنا عارفين أنه الفريق الثنائي عنده مرشح لهي اللحظة المعلن عنه هو الوزير سليمان فرنجي، والفريق الآخر آخر مرة كان الوزير جهاد أزهر، اثنيناتهم مش قادرين يجيبوا عدد من الأصوات اللي بيأمن النصاب بالجلسة الأولى أو بيأمن البقاء لتاني جلسة. كيف السبيل؟ إذا قدرنا هيك طلعنا بشي رئيس، هذا شيء مرشح، هذا المرشح مبين انه عنده اجماع من كل الكتل النيابي واعلنوا عنا بالاعلان قبل ما نروح على جلسات الحوار وقبل ما نروح على جلسات. هلا اقترشحت حضرتك واجوا قالوا هذا الفريق وهذا الفريق وهذا الفريق دعمين، بين معنا انه عندك 90 صوت، متى تلقائيا نروح على جلسه وننتخب. بس احنا بنروح على انتخابات جلسه بدنا نقول نحن عندنا سامي فرنجي ونحن عندنا جهاد أزور او غيره، هون بيجيب 50 60 صوت او بيجيب 50 صوت، لا قادرين نعمل رئيس لا مش قادرين نعمل رئيس، بس تخلص اول جلسه جايبين اقل مش حد يضل يزيد بنص الواحد رغم انه لهي اللحظه ما حدا مأكد انه بيجيب 50 صوت. اليوم عم بيطالبوا انه ينفتح دورة واثنين خلال يعني الجلسة، لأنه هن بحسب ما عم بيقولوا أنه لو انفتح دورة تانية بآخر جلسة كان جهاد أزعور صار رئيس للجمهورية، لأنه أما 59 صوت وكان في وعود أنه اللي ما صوت بأول دورة بتاني دورة رح يرجع يعطي جهاد أزعور. تسمحي لي جواب؟ وكمان الفريق الآخر بيقول أنه كمان سليمان فرنجية ذات الموضوع. شوف اللي بيقول أنا أول دورة جبت 59 هذا حكي، ليش ما صوتش من الأول؟ إذا عن جد أنا مأمن لجهاد أزعور أو لأي مرشح آخر قادر نجحه، ليش أنا بدي أنطر لتاني دورة لصوت له؟ طب ما نحن اجتمعنا اول دوره وكان في النصاب كامل ورحنا صوتنا بالصناديق، ليش ما اجوش صوتوا لجهاد أزعور اكثر من العدد الكامل اللي وصلنا واحد؟ هن بدهم يصير اكثر من نص زائد واحد، مش هيك الحال؟ طيب اللي بيطالب بتطبيق اتفاق الطائف، باتفاق الطائف مثل ما هذا الفريق له حق يغيب عن جلسات، هذا الفريق له حق عن جلسات، مثل ما الفريق له حق يعطي النصاب في حق النصاب، تيجي بتقول لي انت لازم تطبق الدستور بالنقطه الف فكش تطبقوا بالنقطه ب، ما فيني، يا بتطبقوا بالنقطتين يا فيش تطبقوا بالنقطتين، ما فيك تجبرني او تخيرني بتطبيق بتقلي الحوار خارج الدستور. أي. روح انت على الانتخابات، طب ما بالدستور بيقول في احضر جلسه في ما احضرش، في اعمل نصاب في ما اعملوش، اذا انت عم تطلبني تطبيق الدستور انا بدي اروح اطبق الدستور بدي انسحب من الجلسه. صح. مش هات تطبيق الدستور، لا هلا كلهم عم يستعملوا الدستور نبحث بالنتيجه اليوم، بدك نبحث بامور ثانيه. شوفي الهدف نحن بنقول عندنا مثلا الهدف اكل عنب ولا اقتل النطور، اذا الهدف نحن نوصل لانتخاب رئيس جمهوريه وهذا الهدف السامي يجب القيام بكل شيء. اذا كانوا حوارات فرديه بعدين دخلك اذا قعدوا بجلسه شو يعني اذا قعدنا بجلسه مجموعه من الفرقاء المجرمين اللبنانيين كيف انا ممكن افرض كفريق ثنائي شيعي او اخرين كيف انا في افرض جهاد أزعور بالقوه على الاخرين او في افرض سليمان فرنجي بالقوه على الاخرين؟ ما بقدر افرضه، ما انا موجود بالجلسه لنتحاور.
انت نحن بنروح على الجلسه تحت عنوان انه بتسحب المرشح. يا اخي ما نحن بنقول بنروح على جلسه فيها الشروط بنتباحث فيها باخر الجلسه، بنقول نحن وصلنا بنهايه الجلسه لنقاط معينه، بنفتح الجلسه وبنشوف. طب رحنا، انا بدي اسال سؤال، اذا راح الرئيس بري غدا لجلسه من غير حوار، رحنا عملنا فيها تصويت طلع مثل ما عملنا بالماضي، لانه بالمرات الماضيه العالم نحن عندنا مشكله ذاكرتها قصيره. ما نحن بالاول مره وثاني مره نعمل انتخاب جلسي، بعدين نعمل انتخاب، بعدين بعدنا بعدين انتخاب جلسي، بعدين معنا صار يقول الرئيس بري اقفل مجلس نيابي مش حيقبل معنا يا دورات، نحن صار عندنا مرشح، نحن عملنا اجماع عليه يا دوله الرئيس طبعا عليه وغيره، عمل دوله الرئيس جلسي طلعت نتيجه نفس الشيء. هلق اليوم ندعي لجلسه الرئيس بري بكره، لا هن كان بيعتبروا انه هن كان عندهم مرشح تحدي وسحبوه، يعني كان في ميشيل معوض وبعدين رجعوا هن تقاطعوا هن وباقي الافرقاء وحطوا شخصيه منا استفزازيه ومنا شخصية تحدي كثير من حقهم. بس انه هن يعني انه هن عم بيعتبروا انه عم بيقدموا تنازلات، يعني كمان شو مطلوب بالمقابل على التنازلات؟ هن بالمقابل انه بيعتبروا انه كمان يمكن بالنسبة لألون انه المرشح سليمان فرنجي هو مرشح. انت برأيك هل تم لألون. انا بسأل سؤال وهلأ عم بسمعونا، هل تم سحب ترشيح ميشيل معوض وترشيح مكانه جهاد أزعور كرمة لعيون الثنائي الشيعي؟ لا، كرمة للحصول على اجماع من الفرق القوى المعارضه للسيمي فرنجيه. يعني نحن كان عم نتحدث وقتها كان في مثلا تيار الوطن الحر صوت على جاد أزور، يمكن قبل ما صوتش عم نحكي نحن هون كان بهذا الفريق انه يكسبوا عدد اصوات أكثر. مش هذا التنازل كان كرمال لانه نحن بدنا نعمل مش رشح تحدي. بهي اللحظه عم نقول انا نحن شو الحل، بين معنا عبر بعد شهر وشهرين وبدي صرنا سنتين انه استمرار بالتعطيل واستمرار بالتعطيل وما فيش عندنا انتخاب رئيس جمهوريه. وانا بدي اسال هون هل لدينا طرف الوقت اللي كنا عم نحكي نحن قلنا العيب فينا، هل لدينا طرف الوقت لنضلنا بعد هاي الازمه اللي عم تعصف فينا بلا رئيس جمهوريه بلا رئيس حكومه شرعيه بلا حكومه بكامل مواصفاتها؟ ولكن اليوم كل الاقاويل بتقول انه يمكن نحن باقيين لل 2026 بلا رئيس، يمكن لحين انتخاب مجلس نيابي جديد لانه هذا البرلمان مش قادر ينتخب بهيدي الحاله. شوف الجواب في كثير من تحليلات بتقول لن يستطيع مجلس النواب الحالي انتخاب رئيس جمهوريه سلاح سلم جدلا، ولن يحصل تحصل انتخابات نيابيه مبكره رغم الحاجه لها، لانه بكل دول العالم بس تستعصي الامور بيدعوا لانتخابات نيابيه شعبيه. يعني حتى عم بيقولوا بدنا نمدد لهيدا المجلس. بقول انا اعتبري انه نحن ما عملنا انتخابات نيابيه مبكره، بل ذهبنا لانتخابات 2026 وطلع بانتخابات 2026 مجلس نيابي بيشبه المجلس النيابي الحالي، توزنت فيه ما فيش كفه لفريق ما رجع على كفه، نرجع كمان من مد اربع سنين ثاني بنقول بدنا ننتخب رئيس جمهوريه. شو الهدف؟ مع انه انا هون بوجه للاخوه المسيحيين تحديدا، لم يبقى بهذا الشرق الاوسط وشمال افريقيا رئيس دوله مسيحي الا في لبنان، ما بيجزش تحت اي ذريعه وشو ما كان السبب وشو ما كان لونه وشو ما كان شكله وشو ما كان ريحته وشو ما كان مواصفاته، اذا كان يتمتع بالحد الادنى الوطني والاخلاقي والسياسي ان نؤخر في انتخابه، لان استمرار هذا الشهور قد يرتب في المستقبل على تغيرات وتبعات مختلفه. لماذا الاستمرار بهذا الشهور؟ ونحن عم نشوف انه استمرار بشهور رئاسه الجمهوريه عم ينعكس على الحكومه، فريق من هون بيقول الحكومه جلساتها ما فيش تعمل جلسات لانه ما بعرف شو فيش تخ قرارات، نرجع بنمرق لهذا القرار. جلسات المجلس النيابي بنقول جلسات مجلس نيابيه غير شرعيه لانه دور بيصبح دوره بعيش تشريعي بيصبح فقط انتخابي اثناء غياب رئيس جمهوريه، بيرجع بنشوف فريق بيرجع بغطيه لمجلس نيابي بمحل معين بيقبل بهذا الموضوع بيقبلش بهذا الموضوع. نحن امام هذه المزاجيه والاستنسابيه في التعاطي مع الدستور. الحل الاساسي يا ستنا الكريمه واللي نحن صرنا شو الحل؟ عجزنا الحل باعاده النظر بدستور الطائف، البعض بيزعل، البعض بياخذ على خاطره، البعض بيقول المقدس، البعض بيقول اللي بده اياه، اثبت هذا النظام بعد مرور هذه السنوات الطوال من الاستمرار بالعمل به انه انا الاوان للجلوس الى طاوله للبحث فيه، ما هي آلية البحث؟ واحد البحث بما لم يطبق ويجب تطبيقه، وعلى راسها مجلس الشيوخ اللي بيحفظ حقوق الطوائف ويصبح المجلس النيابي دون قيد انتشاء طائف. اثنين، كل ما تم تطبيقه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم أثبتنا في كل المحطات أن هناك عقبات تعيق تطبيقه، على سبيل المثال لا الحصر ما يحصل الآن معنا وعدي هناك روحي تجي للانتخابات تجي للتشريع والانتخاب لتسمية رئيس حكومة، استشارات نيابية ملزمة تلزم رئيس جمهورية بتسمية رئيس ما، عندما يأتي هذا الرئيس لا وجود لأي قيد وأي شرط يقول لديه يوم أو اثنين أو سنة أو خمسين سنة ليعمل حكومة. وعدي مثله نحن واجهنا بكل هيك، لأن المشرع مش قادرين اليوم حتى ما يعني داخليا بوجود رئيس وبعدم وجود رئيس ولا مرة عم ينطرح انه اليوم طرح هذا النظام وانه ما بقى قادرين نكفي بهيدي الطريقة، يعني او انه نطبق اللي ما تطبق من اتفاق الطائف، يعني ما عم يعني اليوم نحن هيك في جمود واستعصاء بالكثير من الملفات في لبنان وما في شيء عم نوصل فيه لحل، بنرجع بنعمل بنركب الترابيش وبنمشي، يعني حتى بكرة لو تم انتخاب رئيس
بينتخب رئيس بس ما عم بيكون في يعني حلول. انا سالتيني حضرتك بشكل جو ما هي والحل؟ الحل لن يكون لا الحاضر ولا بالمستقبل الا هيك. يعني نحن قعدنا على الطاوله باتفاق طائف بعملنا حرب 15 سنه مع بعض. هل السبيل للجلوس على طاوله المفاوضات هو القتال او السبيل الان؟ لا، هو السبيل الان. نحن بنقول شو الحل؟ اكيد هلا لازم ننتخب رئيس جمهوريه ونعمل حكومه وانتخابات نيابيه، ولكن هل هذه الامور ستكفي لدفع عجله الامور الى الامام ونحن بنرجع نمشي على السكه الصحيحه والمرتاحه؟ لا حتما، لانه رح نرجع بمجرد ما عملنا انتخاب رئيس مباشرة رح نعمل مشكلة بعد تشكيل تسمية رئيس حكومة بانتخاب الحكومة، وبعد ما نعمل حكومة رح نشوف مشاكل كثيرة. لا بس هني عم بيقولوا اليوم انه هيدا الحل يجب ان يكون باكيج كاملة، يعني تسوية بتشمل رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزراء، اليوم قيادة الجيش، بس حاكمية مصرف لبنان، ماذا يعني كل شيء رح يكون موجود. ماذا يعني هذا الكلام؟ الحوار. كيف السبيل للوصول الى باكج كامل تتحدث عن كل هذه الامور؟ كيف السبيل هيك الواحد بيحكي لحاله؟ شو بدهم الافرقاء اللي ما بدهم حوار؟ يعني اليوم شو بدهم شيء ينزلهم عن الشجره اليوم حتى يجوا الى هذه الطاوله؟ شوف انا بقول لهم اذا يعني الامور وصلت لمحل زادت عن حدها بموضوع استمرار البلد من غير راس اول له، أنا الأوان بعد كل هذه الأشهر إلى الذهاب إلى حل من اثنين، إما أن يكون لديهم مبادرة تقول هذه المبادرة نحن نستطيع أن نشكل خرقا بهذا الجدار الموجود أمام عقبة انتخاب رئيس جمهورية وهذا هو الحل نضعه أمامكم، فلنتفضل جميعا لننتخب رئيس جمهورية، وإلا ما في حل آخر أبدا إلا الذهاب للحوار. ما أنا طرحت شيء وآخر طرح شيء، إلا الذهاب لهذا الحوار اللي هو البديل عن هذا الموضوع لنعمل هيك. وفيهم إذا هني هالقد مستصعبين ومعتبرين أنه هذه بدها تشكل سابقة خطيرة بموضوع الطائف، فينا نقول إلى أن نجلس مستقبلا للبحث في أمور الطائف وكيفية تعديله نوافق مع الرئيس بري بالدعوة للحوار على أن نكتب في جلسات الحوار. قالوا الوزير جبران باسيل أنه بنكتب ضمانات أنه نحن هيدا مرة واحدة بتصير لمرة واحدة، بنقول هذه لمرة واحدة يعني. بيكون نحن أنتو مشكلتكم كله ما قبلوا فيه. اليوم هن عم بيقولوا لك فيك تروح على الحوار بلينا، اليوم عم بيقولوا لك روح على الحوار بلينا، عملوا اجتماعاتكم بس تخلصوا ادعونا لجلسة. أنا صرت بقناعة، أنا ما عش عندي بعد هذا الشيء قناعة إلا أن البعض ينتظر الجواب من الخارج، لأنه أنا بعد أمام كل هالشيء أنه بدأ عريس شبويته حلوة وأخلاقه منيحة وعلمته متعلمين وأهله وأولاده ومعه مصاري وبيته محل منيح وعنده اللي بده إياه، بس هي ما بده إياه لأنه ما بده شيء، خلص بده شيء بتحبوش، بيجوا بيقولوا له بس ما هو حلو بس ما هو معلم بس كله معاش مش بذينتها مش عم تسمعه لأنه في بلا شيء تاني. نحن بنجي بنقول لهؤلاء الفرقاء، وأنا بدي استرجع حكاية قبل لأقول أنه كيف يأتي الصوت من الخارج وتتغير الأمور. طيب أثناء تسمية المرشح لرئاسة الحكومة السفير مصطفى أديب أحد النواب البارزين في الندوة البرلمانية والعريق بخلال عمله النيابي، تم سؤاله عن بأمام بقصب عبدة أمام مكتب رئيس جمهورية من سميت لرئاسة الحكومة، جاب بالحرف الواحد سميت السفير في لبنان مصطفى أديب. سأل المراسل هل أنت على معرفة وثيقة بمصطفى أديب وتعرف شخصيته وقدراته مش هيك سميته لأسعه؟ قال له أنا مش بس ما بعرفه، أنا أول مرة بحياتي بسمع باسمه. إذا كان نائب على مستوى عالي بالبرلمان اللبناني يذهب لتسمية رئيس حكومي مسؤول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بلبنان والذي سيدير العمل بلبنان، بيقول أنا أول مرة بسمع باسمه، يعني أنا جتني السمعة من الخارج وعرفت أنه في إجماع دولة عليه. ما أنا بتوقع من هؤلاء النواب أو النسبة كبيرة منهم تنتظر هذه الكلمة من الخارج لتقول أنا الأوان خلص روحوا على المجلس النيابي، روحوا على الحوار، عمل اللي بدكم إياه، صوتوا الاتجاه اللي بدكم إياه. إذا نحن بهيك بلد مستمرين متى في مشكلة؟ برجع أنا هون بقول أن الذي أراد أن يجعل من الشعب اللبناني غير قادر على إنتاج طبقة سياسية جديدة عبر ما قام به خلال السنوات الماضية وأنشأ جيلا جديدا لا يهتم بهذه الأمور، دفعنا إلى أن نتحمل نحن الشعب اللبناني بالبداية المسؤولية الحقيقية عن إعادة إنتاج طبقة سياسية غير كفية جديرة وغير أهلة أن تقوم بإدارة أمورنا، وهذه النتيجة اللي حتميل وصلنا لها. إذا نحن من هون لانتخابات 2026 اللي كنا عم نحكي قبل 22 ما الشعب اللبناني وعي لنفسه وذهب إلى انتخاب طبقة سياسية تستطيع أن تحقق ما يسبق له، نحن عبثا نحاول ونضل الحلقة دور. حتى كل الدلائل بتشير أنه يعني في حال رحنا على انتخابات نيابية بال 2026 لأنه مشكوك إذا رح تنعمل ولا لا، يعني إذا رح يمدد لهذا المجلس أما لا،
يعني سينتج نفس التركيبة مع تغيير يمكن بنائب أو نائبين مش أكثر ولا أقل يعني، وخصوصا أنه هلأ نحن شفنا يعني كمان النموذج اللي قدمته كتلة التغيير لم يكن يعني نموذجا ناجحا، وبالتالي أنه بخلي العالم ترجع تروح وتصوت لهم مرة تانية. كمان هن صار عندهم إخفاقات، هذا بحسب ما عم بيقولوا الناس يعني، نحن عم ننقل مش نحن عم نقيم، أنه كمان ما قدموا نموذج يبنى عليه يعني للمرحلة المقبلة. يعني بنكون نحن مكانك روح، ومنضل عم نمشي أمورنا بالتي هي أحسن. خليني فوت شوي على بعض الملفات المحلية، لأنه بموضوع الانتخابات والحوار يعني ما رح نضل روح مكانك صحيح. يعني طب نحن عم نحلحل أمورنا كيف يعني، كل مرة بتواجهنا مشكلة مثل مثلا الكلية الحربية منروح على حل حلتها ضمن يعني بالمونة وعلى طريق تسيير الأمور، يعني هيك صار بالحل بالمدرسة الحربية. ما هو إذا من كل شيء مش ظابط بتمشي كل الأمور بالحسنة وبتلبيها، وهذا بنرجع على الديمقراطية التوفيقية. يعني شوفي بأمريكا اللي نحن كديمقراطية بنقول ديمقراطيات عريقة، طب أمريكا بيجي حزب جمهوري هلأ ديمقراطي حاكم، كل الطاقم ديمقراطي بفل الديمقراطي، بيجي جمهوري بيصبح هذاك معارض. نحن فش عنا من هاي، نحن ما نضلنا بسياسة مشي للحال، من نرق من هاي من هون، من رقعها من هون، من ركب طربوش هذا على ها، من يسر الأمور هذه. اللي صار بالمدرسة الحربية هو عيني ونموذج لكل ما يحصل. هذا المدرسة الحربية نموذج أعلن وأظهر للعلن، ولكن بمحلات كثيرة هناك نموذج للعلن عم بتتم بنفس الطريقة. معناتها هاي كله بأكد أسلوب لا غالب ولا مغلوب، معناتها هاي كله بأكد أن وضلنا بنعيد عليه انه انا الاوان للجلوس للبحث بكل هاي التفاصيل. لازم يكون في الدستور، مش لازم يكون قانون، مين القرار له بهذا الموضوع، كيف بتتم الاليه، من يعين، من يصدر القرار، من يصدر المراسيم. كل مره نحن لا، كل واحد بيجتهد بيكون عنده حمايه بيعمل اللي بده اياه، بيكون نحن القضاء القضاء اللي هو المنظار الاهم لمستوى الدوله. اذا اردت ان تنظر الى دوله وتعرف مدى تطورها انظر الى قضائها، شوف هالقضاء هل هو مستقل، هل هو حازم، هل هو لا يراعي احدا، هل هو يعمل بأمر السياسيين، هل هو يعمل نحن بتشوفي القاضي بيصدر أمر من هون، القاضي هذيك بخالفه، هذيك بيعترف فيه، هذيك بيعترف فيه. نحن اليوم مدعي عام جبل لبنان غدعون، رئيس اللقاء المسؤول عنها بيقول مش موجودة، هي بتقوم بملف بيرفضوا، بتطلب أمر هذيك ما بيطبقوا، والآخرين بكل المحلات هيك. هل يجوز اليوم كمان أنه القضاء هيك يكون؟ أبدا. يعني هل مقبول بوقت البلد واقف كمان القضاء بده يوقف؟ إذا بده يكون القضاء عم يشتغل صح بده يكون مستقل 100% عن السياسي. هل نحن ما نراه بالتعيينات القضائية بعدد كبير من المواقع والمرات هو منعزل عن السياسة أم هو لا. نحن بتسمع أن القاضي فلان إجا تابع للحزب فلان والقاضي فلان إجا تابع للحزب فلان، طب كيف بده يكون متحرر 100%؟ معناتها نحن إذا ما استطعنا الوصول إلى فصل القضاء عن الدولة بالكامل 100% وأعطينا للقاضي ما من حقوق ومقدمات وتقديمات ومقدرات تستطيع أن يكون مستقل 100% من غير حاجة لأي من السياسيين، وحس حيل أنه قادر يتطور ويترقى ويصير بأعلى المناصب دون العودة لأي من السياسيين، ما ممكن عم نعمل شيء، بنبقى بهذه الدوامة وهذا الفراغ. ونحن الأخطر ما يكون، وأنا أكثر شيء بيشغل لي بالي، أنه هل نحن أمام تحلل لهذا الوطن؟ ونحن بتشوفه بالسياسات العالمية وتشوفه بالاتصالات وبتشوفه التواصل، نحن بنين على الهامش أمام أحداث أوكرانيا وأحداث غزة وأحداث الدول العالمية، بتشوفه اللي بنين على الهامش. هل نحن أمام خطر هذا الكيان؟ وهل ما صح في سايكس بيكو أصبح الآن بخطر أنه يتم؟ وهل ما يرسم ويحكى للشرق الأوسط الجديد اللي كان يعني يحلم به الأمريكي منذ 2006 وقت الحرب العالمية الكبيرة اللي اجت علينا، هل هذا الموضوع بعده موجود؟ وهل التقسيمات بهذه المنطقة ويحكى من هنا عن تحالفات من هنا وتحالفات من هناك وعلاقات من هنا وتطبيع يعني من هناك؟ جديد يعني انا بقصد انه نحن اذا نحن الاهل لبنان، اذا نحن لبنان اهل البلد، نحن اهل البيت، هل قد مش مهتمين ببيتنا وهل قد مبهدلين فيه وهل قد تركينه سايب ومشرع؟ هل نحن في المستقبل سنبقى ضامنين لهذا الكيان كما هو، ولا نحن بدنا نكون نحن بمهب الريح واول شيء العاصفه بتقتلعه بكون نحن، بنكون خسرنا الوطن كلنا سوا؟ لا، انا الاوان لان يدرك هؤلاء السياسيين مدى المخاطر ويتنازلوا شوي عن حساباتهم، لانه كل ما نتحدث عنه هو حسابات فرديه وضيقه ومناطقيه ومحليه وحزبيه. صحيح. ما في عندنا مصالح وطنيه حقيقيه. صحيح. نحن بمحل مثل المركب اللي عم يغرق، في مركب عم يغرق مبين عم ينزل بوز، واللي قاعدين ورا قالوا شو دخلنا، ما هو عم يغرق من هنيك، باخر شيء غرق كل المركب. ونحن بلبنان المركب عم يغرق، البعض عم بيقول انا ما لي علاقه، بكره اللي غرق عنه ندبر حلو فيه، مش رح يحسوا يدرك الا انه كل المركب غرق، وانا خوفي انه باللحظه اللي ندرك يكون ما عاد فينا نصلح. هيدي هي المشكله يعني بالنتيجه، وخصوصا بعد اللي صار فينا كلبنانيين يعني، وسلب يعني اموال اللبنانيين من خلال المصارف. اليوم الحزب الديمقراطي اين هو اليوم؟
على الساحة المحلية، على الساحة السياسية اليوم؟ هل عم تحضروا حالكم للانتخابات المقبلة في حال حصولها؟ شوف، بداية الحزب الديمقراطي اللبناني يعمل كل الوقت بغض النظر عن وجوده داخل الندوة البرلمانية وخارجها. نحن في السنوات السنتين الأخيرتين رغم عدم وجودنا في الندوة البرلمانية كنا إلى جانب الناس مش مثل ما كنا بالسابق بل أكثر. لم نغيب عن أي شيء يمكن أن نقدمه، رغم أنه نحن كما يقول رئيس الحزب من خربش الصخر بإيدينا نقدر نحقق مطالب الناس، لأن بهذه الأزمة التي عصفت بنا أصبحت الحاجات والمطالب أصعب وكثير. بلش بالقطاع الاستشفائي وشوفي قداش عندنا مصايب وقداش عندنا مشاكل، روح على القطاع التعليمي والجامعات والتسجيل، روح على الوضع الاقتصادي للناس اللي خسرت جنى عمره بالبنوكي واللي انتاج دخل واللي كان معاشه 1000 و2000 دولار صار 100 200 دولار. فنحن بوضع بالحزب الديمقراطي نقوم بكل ما نستطيع ولا نتوانى قيد انملا عن الوقوف الى جانب اهلنا، وهي قرار قياده الحزب ورئيس الحزب، ونحن نعمل بهذا الاتجاه بكل الوقت في كل المناطق، نعمل جاهدين بهذا العمل اللي عم نقوم فيه. نحن مقسمين على الشكل التالي: الوقوف الى جانب الناس بكل ما نستطيع عليه، واذا شيء محل هلا على الهواء بقول في احد الاشخاص ما قدرنا نساعده بمكان ما او بمهمه معينه بنكون لانه نحن كنا غير قادرين، مش نحن توانينا عن مساعدته. رقم اثنين بالعلاقه، نحن الحزب الديمقراطي نحن حزب على وصيف قريب من كل الفرقاء، لدينا تحالفات اليوم. نحن لدينا تحالفات نعتز ونفتخر بها ولدينا مواقف سياسيه واضحه. لازلتم على هذه التحالفات؟ بالتاكيد وبالتاكيد، ولكن نحن على علاقه جيده مع كل الفرقاء، ونحن نسعى لان هذا البيت الارسلاني، بيت الامير مجيد ارسلان بطل الاستقلال وبيت الامير طلال ارسلان، هو على علاقه بين كل اللبنانيين وهو صله وصل بين كل الفرقاء، ونعمل على لم الشمل قدر الامكان، ونحن من دعاه الحوار والتفاهم بين كل اللبنانيين لما فيه مصلحه الوطن. بالشق الانتخابات بتقليلي، نحن مثل كل الاحزاب، الحزب ليس جمعيه خيريه، هو مؤسسه سياسيه يهدف كل حزب بتركيبته الوصول الى السلطه، مش من هدف بلوغ السلطه كسلطه، لان السلطه لا تزيد من قيمتنا شيئا. يعني الامير طلال ارسلان اليوم وجوده وحيثيته اهم مما يكون نائب 10 مرات، هو زعيم سياسي موجود. نحن هدفنا بالوصول الى السلطه التمكن من مساعده الناس والوقوف جنبهم اكثر. نحن وصولنا الى السلطه بيساعدنا لنحقق نظريتنا بموضوع الوطن وكيفيه بناء الوطن واستمرار والتطور الى الامام. نحن نعمل ضمن الامكانيات الموجوده، نحن بكل المناطق متواجدين على امل ان تاتي الانتخابات النيابيه المقبله، ان يرى القواعد الشعبيه ترى بام العين حقيقه الامور وتذهب الانتخابات بالشكل الصحيح. برايك بلشت يعني كل الاحزاب اليوم تحضر حالها لهذه الانتخابات رغم عدم معرفتنا اذا صارت بوضوح؟ بالعادي هي اخر سنه هي اكثر سنه بتكون حاسمه، ولكن بعد مرور سنتين ببلش الامور تتجه بهالاطار، والعمل الحزبي الصحيح هو العمل الحزبي اللي بيستمر بالتحضير للانتخابات منذ اليوم الاول لانتهاء الانتخابات. كيف التحضير؟ هو عبر العمل الصحيح، العمل الشفاف، الوقوف لجنب الناس. هل رح تبقوا على تحالفاتكم السابقه؟ بشوف بالانتخابات بالموقف السياسي بالتحالفات السياسيه باستراتيجيه نحن ثابتون لا نتغير، وكل العالم تعرف باصعب اللحظات واصعب الظروف الامير طلال الاسلام لم يغيد قيل امره، ولكن الانتخابات النيابيه بنكون من السابق لاوانه من الان ان نتحدث عن تحالفات انتخابيه، لان الامور مرهونه بوقتها. هل سيبقى القانون الانتخابي كما هو؟ هل سيتم تعديله؟ هل سيبقى انتخابات المغتربين؟ عندكم امل انه يتغير يعني القانون؟ لا، نحن عندنا طموح انه يتغير، بس على الواقع هو انتخابات ان شاء الله يصير. التحالفات مرتبطه بالاوقات الاخيره والاشهر الاخيره ويمكن حتى بالاسابيع الاخيره من الانتخابات النيابيه، عندها يبنى على شيء مقتضاه، ويمكن بعض الاحيان انت بتكون بدك تحالفي مع فريق بتشوف تعطيه على الارض بالسياسي او بغيره ما عادش بيشبهك ممكن تغير معه، ممكن اخرين كنت شفتيهم بعد بالفتره الاخيره صار في تقارب يعني الامور مفتوحه يعني صحيح. على الجميع. خلينا نفوت على اخر فاصل اعلاني بنرجع بنكمل حديثنا، فاصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم بالمحور الأخير مع ضيفي البروفيسور وسام شروف. يعني إلى الانتخابات الأمريكية من بعد ما فعل الرئيس جو بايدن وانسحب من هذه الانتخابات ومن الترشح وسمى يعني كامالا هاريس نائبته لتتولى يعني هذه المنافسة عنه، ولكن بعد ما بنعرف إذا الحزب الديمقراطي رح يرشحها يأكد ولا لا. اليوم برأيك هل عندها حظوظ كبيرة أنه يرشحها الحزب الديمقراطي؟ وهل فعلا يعني إذا هي ترشحت عن هذا الحزب بتكون منافسة حقيقية اليوم للرئيس أو المرشح دونالد ترامب؟
بداية بالمرحلة الماضية كان هناك تقارب كثير بين بايدن وترامب رغم الأداء المتعثر الذي شابه كل أداء بايدن بالمرحلة الأخيرة، واللي صار في هناك شكوك بقدراته الصحية والعقلية نتيجة عدد من الهفوات، وكان أبرزها واللي كانت إذا بدك الشعر التي قسم ظهر البعير هي المقابلة أو المناظرة اللي حصلت بينه وبين ترامب، واللي عمل فيها أداء كارثي كبير، واللي هو حاول يبرر هذا الموضوع بشكل أنه أنا كنت عندي جولات سفر فكنت مرهق كثير. اجت هالامور بلش يسوي نوع من التقدم لترامب، اجت اللحظه اللي تم اطلاق الرصاصه فيها على ترامب واللي البعض سميها الرصاصه التي قتلت بايدن ونجيته منها، والطريقه اللي اعلى فيها قبضته، وعند الامريكي هذا الموضوع موضوع الحريه والقبضه وهذا بتعطي بعد اخذ عمل تقدم من النقاط. هلا بعد جلوسه مع الاطباء واخذوا القرار كنت بلحظة بين تفوق ترامب متقدم، إجا ترشيحه لهاريس اللي نحن عم نقول أنه لديها نعم لديها تقدم كبير بالحزب الديمقراطي اللي أن تكون مرشحتهم، ولكن ليس الأمر المحسوم لأنه في عدد من الأمور موجودة، ولكن إذا حسبنا أنها هي ستترشح عند رئيس بايدن كان لديه بالبداية قدرة أكثر بالوصول لأسباب متعددة، ولكن بعد ما شيئة هي وتراجع هي قد تأخذ دفعة إيجابية للأمام نتيجة حركتها وهي ناشطة وكثير عندها حيوية. ضيف لذلك أنه العديد من كانوا يؤيدوا الحزب الديمقراطي من الجاليات العربية والمسلمة التي كانت قد أخذت قرارا حاسما بالتصويت لترامب، وهذه في استطلاعات الرأي كانت واضحة أعطت عدد من النقاط بالتقدم لترامب، الآن بعد انسحاب بايدن وترشيح الاحتمالية ترشيح هاريس وعدم حضورها في الجلسة بالكونغرس أثناء وجود نتنياهو مع عدد من المقربين منها من الحزب الديمقراطي قد يساهم بإعادة هذه الأصوات إذا أخذت عدد من المواقف لصالحها، بالتالي قد نشاهد مع بعض الوقت أن تعود النقاط لتقترب أكثر وأن تكون المنافسة محتدمة مع ترامب. بهذه اللحظة اللي نحن عم نقول فيها بعد الأمور مش واضحة، حتى استطلاعات الرأي لن تكون قادرة على الحسم لأن العديد من الأمريكيين الذين يسألون سيكونوا مترددين بإعطاء رأيهم ليتأكدوا من هو المرشح الديمقراطي. ولكن يعني برأيك اليوم قادرة كامالا هاريس من أن تقوم بحملتها الانتخابية في حال رشحها يعني الحزب، أو إذا مش هي اليوم حيالله مرشح اليوم ممكن كمان اليوم بدهم يعملوا يعني مثل المناظرات وغيرها، اليوم في تحضير لهذه الانتخابات، قادرين هن اليوم قبل بمئة يوم منا من أنه يعملوا هذه الحملات وتوصل إلى النجاح يعني أو الفوز؟ بداية بهيك دول عظمى الرئيس مهم، ولكن الدولة العميقة هي من يحكم. هل سنرى هل الدولة العميقة لديها توجه أكثر بالدفع نحو ترامب أو الدفع نحو بايدن؟ هذا نحو هاريس، هاي النقطة الأولى. رقم اثنين بالنسبة للمناظرات، إذا نحن بنتذكر وقت اللي ترشح ترامب بالمرة الأولى حتى كان سؤاله أحدهم سأله أنه أنت بترشح رئيس أمريكا أنه أنت بتشتغل بالتمثيل وبالإعلانات وبالمصارعة، قالوا أنا يكفيني أن أترشح وأصبح مرشح سابق للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه شغلة كثير مهمة. استطاع أن يغير لأن الناخب الأمريكي يختلف عن الناخب العربي واللبناني. نحن عم بيقول الواحد أنا مع هذا الحزب، لو عقطع راسي انا مع هذا الحزب، لا شيء بيزيحني لا يمين ولا شمال، مش هيك هي المعضله عندنا بلبنان، مش هيك بنشوف انتاج نفس الطبقه السياسيه. أي. الامريكي قابل متحرك للتغير، يعني مثل ما قلنا اجيال العربيه والمسلمه اذا اخذت الان هاريس موقف مغاير لموقف بايدن ومغاير ايضا لموقف ترامب تجاه القضيه الفلسطينيه وما يحدث في رفح ودعم نتنياهو واعطتهم وعود قد تكون ايجابيه بعض الشيء ممكن يغير، فكيف بالحرب الامور الداخليه الذي يتاثر بها الامريكي كثيرا. بالمرحله الماضيه كان في ململي وانزعاج كبير من الشعب الأمريكي حول عدد من الأمور التي قام بها بايدن إلى علاقة بالضرائب والاقتصاد وغيرها. إذا قامت هاريس الآن بالتواصل والحملة الانتخابية اللي تعملها رغم قصر الوقت حتى لو كان شهر مش 100 يوم إذا أوصلت للأمريكي أن هي ستكون باتجاهات أخرى تخفف عليها عبء الضرائب تخفف عليها من المشاكل التي عناها أثناء بايدن، ورغم أن هي بالحزب الديمقراطي ستأخذ اتجاها مغايرا بعض الشيء في الخطة الاقتصادية والخطة الضرائبية والخطة التجنس وغير ذلك. يعني اليوم الناخب الأمريكي يهمه الأمور الداخلية رقم واحد، رقم واحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، الناخب الأمريكي يهتم بوضعه الداخلي تحديدا بوضع الضرائب الذي على كاهله لأن كل شيء هناك ضرائب. بعد اثنين بفكر بالسياسة الخارجية، يمكن القسم العربي والإسلامي نتيجة الارتباط النفسي والديني والعاطفي بتأثر أكثر شوي بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن ما لا يجب أن ينسى يعني الناخب العربي بأنه من أيد هذه الحرب يعني على غزة هو بايدن يعني والحزب الديمقراطي، وهو يعني إذا شئنا أن نقول بأنه الحزب الجمهوري بالعادة هو لا يقوم بالحروب، أم من يقوم بهذه الحروب هو الحزب الديمقراطي. ما أنا مش هيك قلت
قلت لك رغم أن ترامب كان يتقدم بعض الشيء إذا استطاعت أن تجذب الناخبين مش هيك، أنا قلت أنه قد يكون ترشيح حارس ضربة موفقة من الحزب الديمقراطي واستبدال بايدن، لأن بايدن كان يبدو أن ترامب سيتقدم عليه وكان واضحا هذا الشيء. ولكن بعد في 100 يوم أول شيء بدنا ننطر هل سيتم ترشيح حارس رسميا من الحزب الديمقراطي. صحيح. بتشوف استطلاعات الرأي بعد تأكيد الترشيح، لأنه كمان الناخب الأمريكي يتأثر إذا استطلاعات الرأي بين أنه ترامب متقدم 5 درجات بيتأثر أكثر ما يكونوا متقربين. الحماس لناخب أو آخر بيتأثر بمدى إمكانية فوزه أو عدم فوزه. إضافة لذلك هي هل تقوم بإرسال رسالة للشعب الأمريكي يتحدث عن تغييرات ضرائبية تمس الوضع الداخلي. 4 أو 5 من الأشياء المهمة، نحن تعودنا عن الشخصية إذا بدك الكاريكاتيرية أو الحركة لترامب، ولكن إذا بتلاحظ أنت بتتبع الفيديوهات لهاريس قد تتجاوزه بأضعاف. إذا تشوف هي قدرتها أول شيء لديها حركة متميزة، هي يعني بعدد كبير من المقابلات بتشوفي قديش عندها حيوية. هل هذه الحيوية التي تتمتع بها بالمناظرات اللي ستحصل ستتفوق على ترامب أم سيبقى متفوقا عليها؟ ضيف إلى ذلك لون بشرتها، هل سيساعد بقسم كبير من الأشخاص اللي يمكن بأيدوا ترامب لجذبهم لهذا المحل؟ ماذا ستتحدث عن شخصية تختلف عن بايدن ان اكثر نشاط وحيويه؟ صح. تختلف عن بايدن بشرتها السمراء، يعني حتى اليوم بالمنافسه صار ترامب هو الاكبر سنا، يعني اليوم قلب السحر على الساحر بهذا الموضوع. يعني تختلف عن بايدن بمدى حيويتها وحركتها، تختلف عن بايدن بالعلاقه المستجده اللي مع الجاليات العربيه، تختلف عن بايدن بما ستظهره بالمستقبل ولكن كمان ما بدنا ننسى انه كانت ضربه موفقه للرئيس او المرشح دونالد ترامب باختيار نائب له، وهو هيك من جيل الشباب، يعني عمره 39 سنه، جي دي فانس، يعني قدموا على أنه يحاكي الشباب من خلال ترشيحه معه. قبل انسحاب كانت بايدن ضربة موفقة بالنسبة له. قبل انسحاب بايدن كانت التحليلات كلها تركز أن مفتاح الفوز في الانتخابات النيابية هو مرشح نائب الرئيس في الفريقين. مشان هيك كان هذا الجو أنه 2 كبار بالعمر، من سيختار كل منهما نائب للرئيس ليخوض معه الانتخابات، لأنه انتخابات تتم على الرئيس ونائب الرئيس، من سيختار منهم هذا المرشح لأنه هو المفتاح للفوز. بعد اللي عمله ترامب عمل خطوة سباقة، ولكن إذا الآن تم موافق على هاريس لتقول الانتخابات التي هي بالعمر أصغر، ما أدراكي من ستقوم بجذبه أو ترشيحه لنيابة الرئيس. يعني إحنا ليش عم قلك أنا استطلاعات الرأي الآن لن تكون حقيقية إلا بعد انتهاء التأكيد من هو المرشح حزب الديمقراطي ومن هو المرشح لنيابة الرئيس، وإذا بدك بدء الحملة الانتخابية والمناظرة الأولى. بعد منها فينا نحكي بشكل أوضح وتكون الأمور أصبحت واضحة. هل سنشهد تقاربا جديدا لن تحسمه إلا صناديق اقتراع ويكون في خلاف مثل المرة الماضية وقت ترامب وبايدن، أم سنرى من اللحظات الأولى والأيام الأولى أن هناك فرق بعدد النقاط 4 أو 5 نقاط لصالح مرشح على الآخر؟ ولكن بالتأكيد أن ذهاب بايدن وترشيح حارس وكل ما سيحدث لن يصب في مصلحة ترامب. بالبداية كانت مصلحته أقوى والكثيرين يعني لو تحدثوا الرئيس بايدن بالسباق الرئاسي كانت حتما حظوظ ترامب اليوم هي أعلى بكثير من حتى أن البعض من المحللين قال عندما تم إطلاق الرصاص على ترامب أن هذه الرصاصة قتلت بايدن. صح. لهذه الدرجة تم تعبير عنها. طبعا أسا هاي الموضوع خلط كل الأوراق، ولكن كمان يمكن يكون لدى فريق ترامب بالتواجه مع هاريس لديه أوراق أخرى نحن لا ندركها قد يستطيع استعمالها في الحملة الانتخابية أو في المناظرات. رح يصير في مناظرة هلأ قريبة يوم اليوم فريق يعني. ترامب أكد أنه نحن لن نستطيع دراسة ماذا سنعمل سنقوم بالمناظرات لأننا لن نتأكد من هذه اللحظة أن الحزب الديمقراطي حسم موضوع هاريس. عندما يحسمه نتحدث لكل ساعتها منروح على هذه المناظرات. صح. إذا كانت رح تحصل ولا لا. على كل حال نحن خلص وقتنا، بدنا نشكر حضورك معنا بروفيسور وسام شروف أمين الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. ومشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.